طبعا أنا سعيدة بتواجدي معكم، وسعيدة أني تعرفت على متميزات في كل مجال. طبعا ما أزيد عليهم الكلام، هم وفوا وكفوا في ذا الجانب. نحن تو الآن قدوة في لكل واحدة منا فيها، يعني في مجالها قدوة للنساء اللي يتابعونا سواء خلف هذه الشاشة أو المتواجدين النساء في هذا الاستديو. نحن قدوة نكون ونمثل، يعني نمثل نفسنا والمرحلة اللي وصلنا لها. يعني مرينا بأشياء قبل أن نوصل هذه المرحلة. على أساس كذا يعني ما شيء يجيب الساهل. نحن إن شاء الله نكون قدوة لهن، والجميع يكمل المشوار إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الشارة هي أعلى درجات التحكيم على مستوى العالم. طبعا تحصلها بعد اختبارات وتقييم يكون من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة. طبعا قبلها تكون عندك الشارة الدولية، تقريبا تمضي سنتين وبعدها تدخل على هذا الاختبار. طبعا الاختبار عدد بسيط من اللي في العالم حاصلين على هذه الشارة. ما شاء الله. وطبعا أنا أول شيء ما كنت يعني مقتنعة أني أدخله، ولا يعني زميلي اللي حصل نفس الشيء معي على هذه الشارة ما كنا مقتنعين أن ندخل، لأن الاختبار صعب. وعدد بسيط العالم يعني دائما لعدي. أيوة يعني، والحكام دائما الأجانب مستمرين أنهم يدخلوا اللي هم بطولات العالم، بطولات الأولمبية. فأنا كنت أقول حل أستاذ محمد القساسة، وجه له أحلى تحية يعني من الاستديو، أنه أقول له أنا كيف أنا بجيبه، يعني ما دام ذلك الأجانب ما يعني وش اسمه ما جابوا أنا بجيبه. فزملائي الحكام يقولون أنت بتقدر يعني. فاللي صار الاختبار كان في العراق في السليمانية، وأنت تعرف وضع العراق اللي نسمع يعني عنه. فأنا قلت له مستحيل يعني أروح العراق والأوضاع اللي فيها وكذا، فهو أصر أني أنا أروح. فالحمد لله رب العالمين يعني رحت وشفت الأوضاع اللي في العراق غير تماماً على اللي كانت تنقل لنا. من أحلى البطولات، صح أنها كانت يعني فيها الاختبار وضغط التقييم، لكن عشنا أجواء مع الحكام العراقيين، مع الحكام اللي كانوا مختبرين معانا، يعني أجواء جميلة بالرغم من الضغط. اجتزت الاختبار، ومع الاختبار أيضا تقييم، يعني حصلت على تقييم في العراق. فهذه الشارة تعطيني أني أنا أحكم في كأس العالم، أي بطولات فيها كأس العالم، وأيضا الأولمبيات، يعني تأهلني أني أكون من حكام الأولمبيات. طبعا الموقف يعني ما أنسى أبدا. هذا الموقف من ضمن المواقف اللي صارت لي وأنا في التحكيم. يعني كانت عندي بطولة العالم في تونس، كنت الحكمة الوحيدة المتواجدة عربيا يعني، والبقية كلهم أجانب. فاللي صار اللي استدعوني اني اكون يعني لنهائيات البطوله، يعني وش اسمها المباريات النهائيه. في المباريات النهائيه يكونوا بس تقريبا 6 حكام. فالمباراه النهائيه كنت بحكمها زوجي، يعني دبل يكون. فصارت عندي حكمه نرويجيه، الحكمه النرويجيه لابسه قصير كم قصير، وباقي الحكام المتواجدين كلهم اجانب فكم قصير، لان لابسه ذاك اليوم كم طويل. زين، فحكمت نصف النهائي والساعة 4. فاللي هو الحكم العام خلاني أحكم الزوجي. فأنا قلت بين 4 وبين 9 في فاصل، بدل عن أروح، نحن مسكنين مكان بعيد، فبدل عن أروح بروح أشرب قهوة. وأنا أشرب القهوة نكب القهوة على القميص. إيش اللي بيصير؟ تو أنا يعني ما حد بديل بدالي يعني، والحكم العام لو عرف يعني القصة بيزعل أكيد، لأن الحي عندك تكليف لازم أنت تكون تنفذه. فاللي صار دخلت أنا الحمام، فخبرت زميلتي النرويجية، قلت لها ننكب علي القهوة. طبعا انصدمت يعني، هم بالنسبة لهم يعني أدواتك يعني مسؤوليتك. فأنا ما شاء الله غير ذاك القميص، وإيش بسوي لو بغيت قميص معهم يدين برا. فالمهم رحت الحمام، غسلت القميص، تلافيت الوضع، جابت هي استشوار، راحت وخبرت الحكم العام انك انت هنا حسن التدبير زي ما يقولون، ان اصبر شويه على عائشه. فالمهم دخلت انا قلت لها تو شوفوا شيء في القميص، فهي في القميص فيه يعني بس ما يعني بدرجه واضحه. فخبرتني انك انت لا تقول للجميع إن ما حب ينتبه. ايوه، ان في قهوه في القميص. فرحت انا سويت الشيله كذا ونزلت. فالتحكيم يعني لما يكون اجام ما يفضل ان الشيله تكون نازله.
فانا ذاك اليوم قلت حاله استثنائيه بخلي القميص كذا وبدخل ما حد بيعرف. اهم شيء انت عالجتي الموقف. أيوة. قدرتي تسيطري على الوضع. طلعت وقلت حل الحكام اللي معي انا يعني اي شيء داخل يعني شكلي قالوا لا يعني ما حد منتبه قدام هذا كذا. هذا قصه الكوفي. الكلمه الاخيره. طبعا اكيد ان كل واحد منا له طموحه وله شغفه في مجال معين، لابد ان يطور هذا الشغف، لابد ان يطور هذا الطموح، يبدا لو من الاساس اذا ما كان يعني بادي فيه. فاوجه رسالتي لكل مرأة عمانيه وكل مرأة بشكل عام انها قادره انها تحقق انجازاتها وقادره انها تحقق طموحاتها، فيعني لابد انها تكون صامده وقادرة على هذه التحقيقات. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لقبولكم دعوتنا، شكرا لخولة، شكرا ميمونة، شكرا سمية، شكرا عائشة، وشكر لكم موصول مشاهدين الكرام.